أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع، وهو بعنوان الاحتمال. كثيرا ما نتعرض في حياتنا اليومية للسؤال عن مسائل تتعلق بالمستقبل، ولكن لا نستطيع الإجابة عنها بشكل قاطع أو حازم. فعند الإجابة نستخدم ألفاظ مثل يجوز أو فرصة أو إمكانية أو احتمال، وهذا ما يسمى في الرياضيات بعلم الاحتمال. تعالوا نتعرف معا على مفهوم الاحتمال آملة الإفادة لكم. سنتعرف معا في هذا الدرس على مفهوم الاحتمال والأحداث المتنافية والأحداث المتعاكسة. لدينا الكثير من التجارب الاحتمالية في حياتنا اليومية، ولكن لا نستطيع أن نستعرضها كاملة. سنستعرض بعض التجارب الصغيرة والتي سنعمم نتائجها. فمثلا عند رمي قطعة النقود، ما هي النتائج التي يمكن أن تظهر معنا؟ مجموعة النتائج التي يمكن أن تظهر معنا عند رمي قطعة النقود هي شعار وكتابة. أو عند مثلا رمي حجر النرد، النتائج التي يمكن أن تظهر معنا هي العدد 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. ولكن في كلا التجربتين هل يمكن أن نجزم بالنتيجة الفورية أو الحالية التي يمكن أن تنتج معنا؟ بالطبع لا. فمثلا عند رمي قطعة النقود نحن نعلم مسبقا أن النتائج التي يمكن أن تظهر معنا هي شعار أو كتابة، ولكن لا نستطيع أن نجزم بالنتيجة الحالية. وعند رمي حجر النرد الذي هو حجر الزهر نحن نعلم مسبقا أنه يمكن أن يظهر معنا الأعداد من 1 إلى 6، ولكن لا نستطيع أن نتوقع النتيجة التي يمكن أن تنتج معنا. لذلك نسمي كل من التجربتين بالتجربة العشوائية أو التجربة الاحتمالية، ونعرف التجربة العشوائية أو الاحتمالية بأنها هي كل تجربة لا يمكن توقع نتيجتها رغم معرفة جميع النتائج الممكنة للتجربة. إذا عدنا إلى تجربة رمي قطعة النقود، فسنرى أن جميع النتائج الممكنة التي يمكن أن تظهر معنا هي شعار أو كتابة. وعند رمي حجر النرد جميع النتائج الممكنة هي ظهور العدد 1 من 1 إلى 6، وهذا ما نسميه بفضاء العينة. إذن فضاء العينة هو مجموعة جميع النتائج الممكنة للتجربة العشوائية، ونرمز له أوميجا. أي عند رمي قطعة النقود فأوميجا تساوي H الذي هو رمز الشعار، وT هو رمز الكتابة. وعند رمي حجر النرد أوميجا يساوي 1 2 3 4 5 6. ما هي النتائج التي يمكن أن تظهر معنا عند رمي قطعة النقود مثلا؟ يمكن أن يظهر معنا النتيجة شعار أو النتيجة كتابة. وعند رمي حجر النرد يمكن أن يظهر معنا العدد 2 أو العدد 3 أو العدد الفردي 1 أو 3 أو 5. ونلاحظ أن هذه النتائج أو هي عبارة عن عناصر من فضاء العينة، وعدد النتيجة التي ظهرت معنا وهو العدد 2 هو 1، عدد عناصر النتيجة التي ظهرت معنا في ظهور العدد 3 هي 1، أما عدد عناصر النتيجة التي ظهر معنا فيها أعداد فردية هي 3 عناصر. وكل نتيجة من هذه النتائج نسميها حدث. إذن الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة، وعدد عناصره يساوي عدد مرات وقوعه.
للحدث نوعان، الحدث البسيط وهو الحدث المكون من عنصر واحد، أي عند إلقاء مثلا قطعة نقود واحدة، أو عند إلقاء حجر نرد واحد، أو عند تدوير دولاب. النوع الثاني من الحدث هو الحدث المركب، وهو الحدث المكون من أكثر من عنصر، فمثلا عند إلقاء قطعتين نقود، أو عند إلقاء حجر النرد، حجري نرد، أو عند سحب بطاقة من صندوق مثلا مع الإعادة، أو عند إلقاء قطعة نقود مع تدوير قرص. إذن الحدث المركب هو الحدث المكون من أكثر من عنصر، وسنتناول في موضوعنا اليوم الأحداث البسيطة والأحداث المركبة في دروس لاحقة. لدينا التجربة العشوائية التالية: ندور دولاب مقسم إلى 6 قطاعات طبوقة تحمل الأرقام التالية: 1 1 2 3 3 3. ما هو إمكانية أو حظ استقرار الدولاب على العدد 1؟ نلاحظ أن العدد 1 موجود على قطاعان ضمن القرص، أي يوجد قطاعان يحملان العدد 1، لذلك فيكون حظ أو إمكانية استقرار الدولاب عند الرقم 1 هو 2 من أصل 6، ونسمي 2 على 6 احتمال الحدث البسيط، والذي هو الحصول على الرقم 1. ما هو حظ أو إمكانية استقرار الدولاب عند الرقم 2؟ بما أنه يوجد قطاع 1 على القرص يحمل الرقم 2، فسيكون حظ أو إمكانية استقرار الدولاب عند الرقم 2 هو 1 من أصل 6، ونسمي 1 على 6 احتمال الحدث البسيط الحصول على الرقم 2. ما هو حظ أو إمكانية استقرار الدولاب عند الرقم 3؟ يوجد لدينا 3 قطاعات تحمل الرقم 3، لذلك سيكون إمكانية استقرار الدولاب على الرقم 3 هو 3 من أصل 6، ونسمي 3 على 6 احتمال الحدث البسيط الحصول على الرقم 3. نلاحظ أن احتمال هذه الأحداث البسيطة هي عبارة عن ناتج قسمة عدد عناصر وقوع الحدث على عدد عناصر فضاء العينة، لذلك نعرف احتمال الحدث بأنه ناتج قسمة عدد عناصر وقوع الحدث على عدد عناصر فضاء العينة، ونرمز له بالرمز P، أي أن احتمال الحدث يساوي عدد النتائج المواتية على عدد الحالات الكلي، ونكتب PA أي احتمال الحدث A يساوي NA أي عدد عناصر الحدث A على N أوميجا أي عدد عناصر فضاء العينة. كما يمكن أن نعبر عن أي تجربة عشوائية بمخطط، والذي نسميه مخطط شجرة الاحتمالات أو شجرة الإمكانيات. في تجربتنا السابقة نعبر عن تجربتنا السابقة بشجرة مؤلفة من 3 أفرع، ونضع أمام هذه الأفرع الأرقام المحملة على القرص، فنضع أمام الفرع الأول الرقم 1، والفرع الثاني الرقم 2، وأمام الفرع الثالث الرقم 3، وعدد الأفرع للشجرة لا يساوي عدد عناصر العينة، وإنما يساوي عدد عناصر فضاء العينة مع عدم التكرار، أي أنه هنا في تجربتنا فضاء العينة عناصر فضاء العينة هي 1 1 2 3 3 3، ولكن نعبر عن الرقم 1 بفرع 1، وعن الرقم 2 بفرع 1، وعن الرقم 3 أيضا بفرع 1. الآن نحمل كل فرع باحتمال الرقم المقابل له، فيكون الاحتمال الذي سنحمله على الفرع 1
اثنان على ستة، والاحتمال الذي سنحمله للفرع الثاني واحد على ستة، والاحتمال الذي سنحمله للفرع الثالث ثلاثة على ستة. ما هو احتمال استقرار الدولاب على العدد صفر في تجربتنا السابقة؟ لأنه بما أنه لا يوجد لدينا أي قطاع يحمل الرقم صفر، الرقم خمسة، فإن احتمال استقرار الدولاب على العدد خمسة هو صفر. الآن ما هو احتمال استقرار الدولاب على عدد أصغر أو يساوي الثلاثة؟ نلاحظ أن هذا الحدث يعبر عن جميع الأرقام الموجودة على القطاعات، لذلك فيكون احتمال استقرار الدولاب على عدد أصغر أو يساوي الثلاثة هو ستة على ستة ويساوي الواحد. فكما لاحظنا أن الاحتمالات بالتجربة السابقة عبرنا عنها بكسر، والكسر إذا لاحظنا أن البسط أصغر من المقام، وفي احتمال استقرار الدولاب على العدد صفر وجدنا أن الاحتمال هو صفر، واحتمال استقرار الدولاب على عدد أصغر أو يساوي الثلاثة وجدنا أن الاحتمال هو واحد، لذلك فإن احتمال الحدث البسيط هو عدد محصور بين الصفر والواحد، فإما أن يكون احتمال الحدث صفر وإما أن يكون واحد أو يكون كسر فيه البسط أصغر من المقام. ونكتب أن احتمال الحدث A أكبر أو يساوي الصفر وأصغر أو يساوي الواحد. إذا جمعنا جميع احتمالات الأحداث البسيطة التي نتجت معنا في تجربة الدولاب السابق، نلاحظ أن بي واحد أي احتمال ظهور العدد واحد، زائد بي اثنين أي احتمال ظهور العدد اثنين، زائد بي ثلاثة أي احتمال ظهور العدد ثلاثة، يساوي اثنان على ستة، زائد واحد على ستة، زائد اثنان على ستة، ويساوي ستة على ستة، ويساوي واحد. أي مجموع احتمالات الأحداث البسيطة لأي تجربة عشوائية احتمالية يساوي الواحد. بفرض إي حدث الحصول على رقم أكبر أو يساوي اثنان، نلاحظ أن الحدث إي يعبر عن ظهور الرقم اثنان وظهور الرقم ثلاثة، لأن إي هو حدث الحصول على رقم أكبر أو يساوي الاثنان، فيكون احتمال الحدث إي هو مجموع احتمالي الحدثين ظهور العدد اثنان وظهور العدد ثلاثة، وبالتالي بي إي يساوي واحد على ستة زائد ثلاثة على ستة ويساوي أربعة على ستة، مع الاختصار نجد أنه يساوي اثنان على ثلاثة. إذن احتمال أي حدث بسيط، احتمال الحدث البسيط إي هو مجموع احتمالات فروع الشجرة التي تؤدي إلى الحدث إي. وكملاحظة بسيطة، أنه عندما يطلب منا في الأحداث حدث يحوي على الحرف أو، نعبر عن الحرف أو بإشارة الزائد. الآن ما هو حدث ظهور الرقم المحصور بين الأربعة والسبعة؟ نلاحظ أنه لا يوجد أي قطاع يحمل رقم بين الأربعة والسبعة، لذلك هذا الحدث حتما لن يتحقق وهو غير قابل للتحقق، لذلك نسميه الحدث المستحيل. فالحدث المستحيل هو الحدث الغير قابل للتحقق واحتماله يساوي الصفر ونرمز له فاي، فيكون بي فاي يساوي الصفر. ما هو حدث ظهور عدد N يحقق N أكبر أو يساوي الواحد وأصغر أو يساوي الواحد؟ نلاحظ أيضا أن هذا الحدث يعبر عن جميع القطاعات الموجودة في القرص، لأن القطاعات تحمل الرقم واحد واثنان وثلاثة، وهذا الحدث يعبر عن الرقم N الذي يمكن أن يساوي الواحد
أو يساوي الثلاثة أو عدد محصور بين الواحد والثلاثة وهو الرقم 2، لذلك هو حدث لابد من تحققه وحتما سيتحقق، لذلك نسميه الحدث الأكيد. فالحدث الأكيد هو الحدث الذي لابد من تحققه واحتماله يساوي الواحد ونرمز له بأوميجا، فيكون بي أوميجا يساوي الواحد. لدينا التمرين التالي، تحتوي جرة على 8 كرات متماثلة كتبت عليها الأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و8. نسحب من الجرة عشوائيا واحدة من تلك الكرات، والمطلوب ارسم شجرة الإمكانات ووضع عليها الاحتمالات، ووضع الاحتمالات على فروعها. بما أن أوميجا يساوي من 1 إلى 8، فيكون عدد عناصر أوميجا أي إن أوميجا يساوي 8، وبالتالي سنرسم شجرة مؤلفة من 8 أفرع، ونضع أمام كل فرع رقم من أرقام فضاء العينة، ونحمل أفرع الشجرة بالاحتمالات. فمثلا الرقم 1 احتمال ظهوره هو 1 من أصل 8، أيضا الرقم 2 هو 1 من أصل 8، إلى الرقم 8، فنجد أن احتمالات الأرقام جميعا هي 1 على 8. الطلب الثاني، ليكن A حدث الحصول على كرة تحمل رقم زوجي، احسب احتمال الحدث A. بداية نكتب عناصر الحدث A، بما أن A هو الحصول على حدث الحصول على كرة تحمل رقم زوجي، فيكون عناصر الحدث A هي 2، 4، 6، و8. إذن إن A عدد عناصر الحدث A هي 4، نحسب الاحتمال الذي هو ناتج قسمة عدد عناصر وقوع الحدث على عدد عناصر فضاء العينة، فنكتب BA يساوي NA على N أوميجا ويساوي 4 على 8، مع الاختصار يساوي 1 على 2. الطلب الثالث، ليكن B حدث الحصول على كرة تحمل الرقم 9، احسب احتمال الحدث B. لا يوجد لدينا كرة تحمل الرقم 9 في الجرة، لذلك فإن عدد عناصر الحدث B أو عناصر الحدث B هي فاي، مجموعة خالية، وعدد عناصر الحدث B تساوي 0، ويكون احتمال الحدث B يساوي احتمال الفاي ويساوي عدد عناصر الحدث B على عدد عناصر أوميجا ويساوي 0 على 8 ويساوي 0، وهو ما سميناه بالحدث المستحيل، الحدث الغير قابل للتحقق. الطلب الرابع، ليكن C حدث الحصول على كرة تحمل الرقم N الذي يحقق N أكبر أو يساوي 1 وأصغر أو يساوي 8. نلاحظ أيضا أن هذا الحدث يعبر عن ظهور كرة تحمل إما الرقم 1 أو الرقم 8 أو الأرقام المحصورة بين 1 و8، إذن يعبر عن جميع عناصر فضاء العينة. فنكتب عناصر الحدث C، C تساوي من 1 إلى 8، ويكون عدد عناصر الحدث C يساوي عدد عناصر فضاء العينة ويساوي 8. إذن احتمال الحدث C يساوي احتمال الأوميجا ويساوي عدد عناصر الحدث C على عدد عناصر الأوميجا ويساوي 8 على 8 ويساوي 1، وهو ما سميناه أيضا بالحدث الأكيد. لدينا بعض المصطلحات في العمليات على المجموعات، نرمز لمجموعة العناصر المشتركة بين مجموعتين A و B بالرمز A تقاطع B.
ونقرأ هذا الرمز بلغة المجموعات تقاطع المجموعتين A و B، أما بلغة الأحداث تقاطع الحدثين A و B. أما مجموعة العناصر المشتركة وغير المشتركة بين المجموعتين A و B فسنرمز لها A اجتماع B، ونقرأ هذا الرمز بلغة المجموعات اجتماع المجموعتين A و B، وبلغة الأحداث اجتماع الحدثين A و B. وسنصطلح على الحدث A و B أنه يوافق المجموعة A تقاطع B، أما الحدث A أو B يوافق المجموعة الجزئية A اجتماع B. ليكن لدينا التجربة العشوائية التالية: تحتوي جرة غير شفافة على 10 كرات متماثلة ومرقمة بالأرقام من 1 إلى 10. نسحب كرة من الجرة عشوائيا، وليكن A حدث الحصول على كرة تحمل رقم أكبر تماما من 5، و B حدث الحصول على كرة تحمل رقم أصغر أو يساوي 3. والمطلوب اكتب الأحداث A و B. الحدث A هو حدث الحصول على كرة تحمل رقما أكبر تماما من 5. أي A يساوي 6، 7، 8، 9، و10. الحدث B هو حدث الحصول على رقم أصغر أو يساوي 3، إذن B يساوي 1، 2، و3. اثنان، أوجد A تقاطع B و A اجتماع B. اصطلحنا منذ البداية أن A تقاطع B تعبر عن مجموعة العناصر المشتركة بين المجموعتين A و B، و A اجتماع B يعبر عن مجموعة العناصر المشتركة وغير المشتركة بين الحدثين A و B. وبما أنه لا يوجد عناصر مشتركة بين الحدثين A و B فيكون A تقاطع B يساوي المجموعة الخالية phi. أما A اجتماع B فيساوي العناصر 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، و10. ثلاثة، هل يمكن أن يتحقق الحدثان A و B في آن معا؟ بالتأكيد لا، لأن الحدث A يعبر عن ظهور عدد أكبر تماما من 5، والحدث B يعبر عن ظهور عدد أصغر أو يساوي 3، أي أن الحدث A ينافي الحدث B، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الحدثان A و B في آن معا. لذلك نسمي الحدثان A و B بالحدثان المتنافيان، ونعرف الحدثان المتنافيان بأنهما حدثان يستحيل وقوعهما معا. أي نقول عن الحدثان A و B متنافيان إذا تحقق الشرطان، كما لاحظنا أن تقاطع الحدثان A و B يساوي الفاي، و A اجتماع B لا يساوي الأوميجا. إذن نقول عن الحدثان A و B أنهما متنافيان إذا تحقق الشرطان: الشرط الأول وأنه تقاطع الحدثان يساوي المجموعة الخالية، واجتماع الحدثان لا يساوي الأوميجا. أربعة، ليكن E حدث الحصول على كرة تحمل رقم أكبر تماما من 5، أو الحصول على كرة تحمل رقم أصغر أو يساوي 3. احسب احتمال الحدث E. نلاحظ أن الحدث E هو يعبر عن اجتماع الحدثين A و B، واصطلحنا منذ البداية أن الحدث A أو B يوافق المجموعة الجزئية A اجتماع B، وهذا ما يؤكد
كلامنا. إذن احتمال الحدث B يساوي احتمال اجتماع الحدثين A و B ويساوي عدد عناصر الاجتماع الذي هو 8/10 ويساوي مع الاختصار 4/5. ولكن إذا أردنا أن نحسب احتمال الحدث A سنجد أنه يساوي 5/10 واحتمال الحدث B يساوي 3/10 وإذا جمعنا احتمالي الحدثين سنجد أن BA زائد BB يساوي 8/10 ويساوي 4/5 وبالتالي نستنتج أن احتمال الحدث E الذي هو احتمال اجتماع الحدثين A و B يساوي مجموع احتمالي الحدثين A و B وبالتالي نستنتج الخاصة إذا كان A و B حدثان متنافيان كان احتمال الحدث A أو B مساويا مجموع احتماليهما. لدينا التجربة العشوائية التالية: نلقي حجر نرد متجانس أوجهه 6 مرقمة من 1 إلى 6. A هو حدث ظهور عدد زوجي و B هو حدث ظهور عدد فردي. 1. اكتب الحدثين A و B. 1. الحدث A يعبر عن ظهور العدد الزوجي. إذن A تساوي 2, 4, و6. أما الحدث B يعبر عن ظهور عدد فردي. لذلك فالحدث B يساوي 1, 3, 5. الطلب الثاني: أوجد A تقاطع B و A اجتماع B. التقاطع يعبر عن العناصر المشتركة بين الحدثين، فA تقاطع B يساوي المجموعة الخالية لأن A يساوي 1، A يساوي 2, 4, و6، أما B يساوي 1, 3, و5. إذن لا يوجد عناصر مشتركة بين الحدثين، لذلك فإن A تقاطع B يساوي المجموعة الخالية. أما A اجتماع B فيساوي 1, 2, 3, 4, 5, و6 ويساوي عدد عناصر أوميجا. ما هو شرط تحقق الحدث A؟ الحدث A يتحقق عندما لا يتحقق الحدث B. إذن لذلك نسمي الحدثان A و B بالحدثان المتعاكسان، فيكون الحدث المعاكس للحدث A هو الحدث الذي الذي يتحقق إن لم يتحقق الحدث A ونرمز له بA فتحة، فنقول عن A و B أنهما متعاكسان إذا تحقق الشرطان: الشرط الأول أن تقاطع الحدثان يساوي المجموعة الخالية، والشرط الثاني أن اجتماع الحدثان يساوي أوميجا. إذا أردنا أن نحسب مجموع احتمالي الحدثين A و B فسنجد أن مجموع الاحتمالين يساوي 3/6 زائد 3/6 ويساوي 6/6 ويساوي 1، فنستنتج الخاصة إذا كان A و B حدثين متعاكسين كان مجموع احتماليهما يساوي 1. في تجربة الدولاب المرافق لدينا الحدث A حدث ظهور الرقم 1 و B حدث ظهور عدد زوجي و C حدث ظهور عدد أكبر أو يساوي 2. احسب احتمال الحدث A أو B. الحدث A يعبر عن ظهور الرقم 1 أي A تساوي 1، والحدث B يعبر عن ظهور عدد زوجي أي B يساوي 2، وبما أنه لا يوجد تقاطع بين الحدثان واجتماعهما لا يساوي الأوميجا، إذن الحدثان A و B متنافيان ويكون احتمال ظهور الرقم 1 أو عدد زوجي هو مجموع الاحتمالين ويساوي BA زائد BB يساوي 2/6 زائد 1/6 ويساوي 3/6 مع الاختصار يساوي 1/2. الحدث C حدث ظهور عدد أكبر أو يساوي الاثنان، أي أن C تساوي 2/3، وبما أن
يمكن الآن أن نحسب احتمال سي بطريقتين. الطريقة الأولى أن احتمال الحدث سي يساوي احتمال ظهور العدد 2 زائد ظهور زائد احتمال ظهور العدد 3 ويساوي 1 على 6 زائد 3 على 6 ويساوي 4 على 6 مع الاختصار يساوي 2 على 3. ويمكن أن نحسبه بطريقة ثانية بما أن الحدث سي معاكس للحدث A أي معاكس لظهور الرقم 1، فيمكن أن نحسب الحدث سي بطرح احتمال الحدث A من 1 ويساوي 1 ناقص 2 على 6 ويساوي 4 على 6 مع الاختصار 2 على 3. أشكر حسن متابعتكم أصدقائي الطلبة، وأرجو أن أكون قد قدمت الفائدة المنشودة، وأستودعكم على أمل اللقاء بكم في دروس لاحقة.